السلام عليكم. في لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين الموالين له عشية الذكرى 34 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، أعاد المخلوع صالح طرح المواقف المناهضة للوفاق الوطني وللعملية السياسية. فقد أعلن أنه وحزبه وحلفائه في الانقلاب بصدد حفر حفرة كبيرة لدفن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أسماه مؤتمر موفنبيك، ودفن المبادرة السياسية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. هذا النوع من المواقف يقدم أدلة إضافية على عدم جدوى الحل السياسي الذي يضع هذا النوع من القيادات الموتورة طرفا مكافئا في عملية تهدف إلى إنجاز اتفاق سلام طويل الأمد. تأتي تصريحات صالح بشأن قوة حزبه في لحظة لم يستطع معها أن يقيم احتفالا بذكرى تأسيسه لتأكيد هذه القوة، والسبب يعود أن زعيم الحرب لم يعد بمقدوره أن يقوم بهذه الخطوة، لأن هذا سيتطلب منه الخروج من القبو والظهور أمام أنصاره في مناسبة تحتاج إلى هذا النوع من الاستعراضات السياسية. في سياق متصل، تستضيف مدينة جدة واحدا من أهم الاجتماعات الدولية حول الأزمة اليمنية، مما يضع اليمن أمام تطورات جوهرية فيما يخص صيرورة الأزمة على هذا التباين بين الإرادات الدولية التي تدفع باتجاه إحلال السلام وإرادة استمرار الحرب والفوضى التي يعبر عنها المخلوع صالح وحلفاؤه الانقلابيون. عن المواقف المستجدة على خط الأزمة اليمنية سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. بداية نرحب بضيفنا في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. نتابع وإياك دكتور مع السادة المشاهدين هذا التقرير. هذه ليست المرة الأولى التي يتنصل فيها المخلوع صالح من مرجعيات العملية السياسية في اليمن، ولكنها اليوم تبدو كما لو كانت ادعاء قابلا للتصديق بعد أن بالغ في تقدير نفوذه السياسي وقوة حزبه الذي قال أنه أصبح أقوى مما كان عليه في الحكم. هل فقد حزب المخلوع صالح السلطة؟ سؤال في نظر المراقبين يبدو مستفزا، خصوصا وأن صالح نفسه كان قد أنهى للتو ترتيبات طموحة لإبقاء سلطة الأمر الواقع قسمة بين جناحه في المؤتمر وبين شركائه في الانقلاب ميليشيا الحوثي. وفي الطرف الآخر يسجل المؤتمر حضورا في أعلى هرم السلطة في الرئاسة والحكومة وفي الهيئة الاستشارية، على نحو تبدو معه كوادر هذا الحزب الهلامي خط تدوير المناصب في جهاز السلطة الشرعية. قال المخلوع صالح إنه يحفر حفرة كبيرة لدفن مخرجات حوار موفنبيك في تحقير واضح لمؤتمر راهن عليه اليمنيون وعقدوا آمالا كبارا عليه قبل أن يطيح به عمليا في الانقلاب الذي نفذه مع شريكه الحوثي في 21 سبتمبر 2014. وقال أيضاً أنه سيدفن القرار رقم 2216 واتفاق المبادرة الخليجية، ورسائل يقول المراقبون أن المخلوع صالح يبعث بها إلى اجتماع جدة الذي سيضم وزراء خارجية دول التعاون الخليجي وواشنطن ولندن بمشاركة روسيا أيضاً، وبحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والذي من المقرر أن يقف حول ممكنات السلام في اليمن. فهل ستحدث هذه الرسائل الأثر الذي يتطلع إليه أنصار السلام والاستقرار في اليمن، وبالأخص في مواقف القوى الدولية والإقليمية التي تجتمع في جدة، أم أن النفاق السياسي سيؤمن المخرج المناسب لهذه القوى؟ إذن مشاهدينا الكرام نبدأ هذا النقاش. دكتور عبد الباقي شمسان، صالح يبدو أنه يريد أن يدفن كل ما له علاقة بمشروع الدولة، يقول إنه حفر حفرة للمبادرة لمخرجات الحوار الوطني، هل له أن يقوم بفعل مثل ذلك؟ أعتقد المخلوع صالح الآن في أضعف مراحله، لأنه لم يعد ذلك اللاعب الذي كان كما كان في السابق، وإن بدأ أو السلطة نظرا لعدم إدارتها للصراع بشكل جيد والتحكم بكل مدخلاته ومخرجاته تركت له فرصة العودة مرة أخرى إلى المشهد، وهو يحاول أن يعود بنفس الحضور السابق إلى المشهد السياسي من خلال إعلان المجلس السياسي الأعلى أو مجلس القيادة الأعلى، وهذا الإعلان أراد من خلاله أن يعود، وكان هذا المطلب له منذ عام مع الحوثيين. ولكن نحن ندرك أن المخلوع صالح الآن كل يوم كانوا الحوثيون بالسلطة ظلوا فيه، كل يوم يتم تقويض
نسبة من سلطة المخلوع صالح من خلال التعيينات والسيطرة ووضع الجماعة الحوثية وميليشياتهم في مفاصل الدولة العسكرية والاستخباراتية. والدليل انظر إلى اللجنة الأمنية التي كان الاتفاق أن يكون 2-1 أصبحت 2-1 لصالح الحوثيين على حساب الجماعة التابعة للمخلوع صالح، التي حسب المعلومات الواردة أنهم مستاءون جدا وربما لم يستمروا معه بنفس الاصطفاف، وإن له قدرة على التواصل بالتليفون إلى آخره. نحن مع شخصية لا تؤمن بالاتفاقيات، لا تؤمن بالديمقراطية، لا تؤمن بالمؤسسة الدستورية، تؤمن فقط بالقوة العسكرية، ولهذا هو يتعامل مع الحزب السياسي كآلية من آلية الحكم، يتعامل مع الديمقراطية أيضا كآلية أو توظيف لإدارة السلطة وإضفاء شرعية مزيفة على للوصول إلى السلطة. يتعامل مع الأحزاب السياسية أيضا بنفس الرؤية، ولكن لا يؤمن إلا بقوة السلاح، ولهذا حاول خلال حكمه أن يركز على المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية. أسس الأمن القومي والأمن السياسي وكلا الجهازين يتبع للرئاسة الجمهورية، وضع حرس جمهوري وطوره ودربه على حساب الجيش الوطني، مما أدى إلى أصبح الجيش الحرس الجمهوري أكثر تفوقا بفارق. وضع الأمن المركزي كميليشيات، هو اسمه الأمن المركزي ولكن هي ميليشيات متقدمة للحرس الجمهوري، وبالتالي نحن أمام شخص يؤمن فقط بالقوة. أيضا أقام علاقات مع القبائل كل على حدة، وزود كل الأطراف المتصارعة من القبائل بالسلاح حتى يتم الاحتراب بينهما بهدف فرق تسد. أيضا أوصل البلد إلى ما تسمى بدولة اللصوص، وسنتحدث وليس مفهوم الشخصي دولة اللصوص، ولكن هو كريبتوكراسي، يعني مفهوم علمي، ويتم مقاربة الدول التي تصبح فيها الفساد معمم وتصبح فيها الديمقراطية مزيفة وهدفها الوصول للسلطة. عندما تصبح السلطة الشرعية امتداد مجاري للتنفيذية، عندما تصبح السلطة القضائية غير مستقلة ونزيهة وتابعة للسلطة التنفيذية، عندما يصبح كل السلطة متجمعة لدى رأس السلطة، عندما يصبح عندما تصبح المؤسسات الرقابة والمساءلة والمحاسبة مؤسسات تحت السلطة، عندما يصبح الجيش ينخره الفساد وليس له عقيدة وطنية بل يتبع الحاكم تسمى هذه الدولة، عندما يصبح الفساد مقبول مجتمعيا، بمعنى أن في اليمن وصلنا الحال إلى أن يقول مثلا فلان ذكي لأنه قد دبر حاله خلال فترة. هنا يسمى أن النسق الاجتماعي قد بدأ بتقبل مفهوم الفساد في نسق قيمه المجتمعي. في هذا المجتمع يصبح الفساد قد وصل إلى أعلى درجة من الفساد، ولهذا المخلوع صالح راهن على تعميم الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية، راهن على تعميم الفساد، وكان يقول للمسؤولين أنا قد عينتك في مكان فلان، إيش أتحب مني؟ يعني عبارة تصرف خذ. اثنين، أنا أيضا كنت مستشارا للهيئة العامة لمكافحة الفساد، مستشارا لوضع وحدة تنفيذ الاستراتيجية، واكتشفت أن وضع الهيئة العامة لمكافحة الفساد داخل منظومة طاردة، بمعنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرفض أوامر الهيئة العامة للفساد لأنه لديه قانون وفقا للمادة القانونية، وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي ترفض تزويد الهيئة العامة للفساد وفقا للقانون، وحدة غسيل الأموال نيابة الأموال ترفض أيضا تحقيقات الهيئة العامة، وهكذا. بالتالي دائرة مغلقة. إذا أنت تعمم الفساد، أنت تتعامل مع الديمقراطية بشكل براغماتي هدفها الوصول للسلطة. هذا الرجل أعتقد أنه قد وصل إلى نحن على أبواب نهاية لعبة الشطرنج، وبالتالي هو الآن يدرك تماما الجملة اللي اختم فيها، يدرك تماما أن المجتمع الدولي لم يعد علي المخلوع صالح ورقة مطلوبة خارجيا، بينما الحوثيون هناك من يراهن على أنهم ممكن يكونوا شركاء في إطار ما أنهم وكيل محلي لمكافحة الإرهاب، ولكن نحن اليمنيين نستطيع أن
نقوض هذا الاحتياج الدولي لتصبح السلطة هي الوكيل المحلي لضبط مكافحة الإرهاب. طيب يعني هل لذلك يقدم نفسه على أن المصير سياسي بيده، يدفن ما يريد من مخرجات حوار ويدفن أيضا المبادرة ويدفن حتى الدولة؟ هم ليس بيده، ولكن هو الحوثيين وصلوا، لم يكن لديهم رغم الاستشارات الإيرانية وحزب الله إلا أنهم كانوا يفتقروا إلى خبرة سياسية في إدارة الدولة. اثنين، الرجل كان ما زال مسيطرا على صناعة القرار في الداخل نظرا لنفوذه في المؤسسة العسكرية الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية ومنظومة الفساد أيضا في كل المؤسسات. قادوا البلد نحو الإفلاس، نحو هم والحوثيين أيضا، وهذا المهم للغاية. كل الذين، لو سمحت لو خرجت عيدني للموضوع، كل الذين يعتقدون أن الحلف مع الحوثيين هو استراتيجي هناك، أو أنهم سيستمرون مع اقتراب المعارك لصنعاء هناك، هذه رؤية خاطئة. سيفترقان مع اقتراب القوات نحو صنعاء، لأن الحوثيون يريدون العودة إلى صعدة وعمران للحفاظ على المجال الجغرافي لتصبح هناك الضاحية الشمالية على منطقة الضاحية الشمالية، الضاحية الجنوبية في بيروت. الجراف هو المنطقة الشمالية في صنعاء يقابله الضاحية الجنوبية في بيروت. إذن هم رهانات الحوثيين البقاء في الحقل السياسي بميليشياتهم وقواتهم كطرف من أطراف صناعة القرار، بل يصنع القرار لديهم. المخلوع صالح يبحث عن البقاء في الحقل السياسي للتفاوض على بقائه بشكله وشخصه، أو عن طريق أسرته أو نجله ونخبته المحيطة به. لذلك الحوثيين عندما وجدوا أنفسهم أمام مشاورات لم يعد أمامهم فرصة للتنصل من، وخاصة أن النقاط الخمس كانت تحقق كل مطالب الحوثيين، لأننا ندرك أن الانسحاب من المدن ليس له معنى، لأن 80,000 وظيفة عسكرية وأمنية قد تم توظيف الأسرة السلالية في مؤسسات الدولة. تسليم السلاح، نحن نعرف أنهم سيدخلون، أنه قد دمر السلاح، لم يعد لنا سلاح. بالتالي المخلوع صالح جاء في توقيت هناك أزمة اقتصادية حادة، هناك يعني اكتشاف دولي وإقليمي أنهم هم المعرقلين لعملية التسوية. بالتالي انتقلوا، خلقوا واقع جديد، المجلس السياسي الأعلى. بهذا هم حققوا نوع من ما يسمى إنجاز في إدارة التفاوض، لأننا الآن أمام، هل نطالب بالانسحاب من مدن تسليم السلاح أم نطالب بإلغاء المجلس السياسي؟ بالتالي هو أعاد للمشهد، سيحاول الآن ما يسمى بالعودة، أنه هو اللاعب الأوحد، أنه هو صمام الأمان، سيحاول أن يعيد الأمن. وتلاحظ بعض الكتاب بدأت تكتب أنه الآن جميل، سيعود الأمن المركزي وسيعود الأمن، لأننا سنعيد العدالة ونعيد للمؤسسات من هذه الميليشيات. هذه لعبة مدروسة يعني من خلال المخلوع صالح، الذي ما زال يعتقد أنه يستطيع أن يتحكم بالحوثيين. طيب دكتور، دعنا ينضم إلينا لإثراء النقاش المحامي والخبير القانوني الأستاذ فيصل المجيدي من القاهرة. أهلا بك أستاذ فيصل. أهلا بكم. أستاذ فيصل، لو تحدثنا عن مسألة العلاقة بين الحصانة والمبادرة الخليجية، الحصانة التي أعطيت للمخلوع. المخلوع قال أن هذه المبادرة قام هو بدفنها، هل يعني يعي المخلوع أنه إذا دفن المبادرة الخليجية فإنه يدفن الحصانة التي أعطيت له بموجبها، وبالتالي فإنه يقضي على أي واعي أو أي مستقبل سياسي له من ناحية قانونية، من ناحية التحصين؟ نعم، الواقع أخي الكريم أن هذه الحصانة كانت الأسوأ في اليمن وفي المنطقة في كل الثورات العربية السابقة واللاحقة. لا يوجد تحصين لمدر، وبالتالي لعل العناف بناء الأبرياء التي سقطت انعكست تماما على هذا الموقف. هذا القانون الذي أبرم في تاريخ هو أنا أحمله كل هذه النتائج التي حصلت فيما بعد، باعتبار أن المخلوع من خلال استمر الجريمة، ثم لا شك أنه في عقله الباطن اعتقد من خلال أداء يعني السياسيين المهترئ ومن خلال
دعني اقول الاقليم والعالم الذي تواطا حقيقه في هذه النقطه، وبالتالي مساله الربط بين المبادره الخليجيه للاسف تم اخذها فقط فيما يتعلق بهذا القانون، اما مساله تسليم السلطه وغيرها فلم تسلم مطلقا. ومن ثم لا شك ان اول اختراقات قويه للمبادره الخليجيه تمت من خلال ما حصل في هذه الفتره قبل اسبوع او اسبوعين من مساله تصويت ما يسمى بمجلس النواب بدون مراعاه للمواد الرابعه والثامنه والتاسعه، ما يسمى ايضا بالمجلس السياسي الذي حول الجمهوريه من تحكم فرديه وفقا للماده 106 من الدستور التي جعلت رئيس الجمهوريه يمنح الثقه من خلال انتخاب الشعب، والحكومة تمنح ايضا بعد انتخابات برلمانيه، لكنهم قاموا بتغيير شكل الحكم على الاقل نظريا الى هيئه، ومن ثم صوتوا بالمخالفه للدستور. المبادره الخليجيه بالفعل الانقلاب عليها سيؤدي ايضا الانقلاب على كل ربما كل الامتيازات التي حصل عليها طالب، وبذلك كما يسمى بالقانون الحصانه فيها ككل، لا يوجد طيب الحديث عن شرعيه مجلس النواب دون الحديث عن شرعيه رئيس عبد الرب منصور هادي، هي كتله متكامله. استاذ فيصل، هناك ايضا بعد اخر يتعلق بالقرارات الدوليه. هذه القرارات الدوليه متعلقه بصالح، هناك عقوبات يتحدى صالح مجلس الامن لتطبيقها على ما يبدو من خلال التصريحات هذه. هل فعلا يضع صالح المجلس الامن امام تحدي تطبيق عقوباته التي فرضها عليه؟ أنا أستطيع أن أقول أن مجلس الأمن للأسف الشديد هو يراعي المصالح ولا يراعي الجانب القانوني، نتحدث على الأقل عن 6 قرارات إذا ما يعني حسبناها من مايو 2011 التي تحدثت عن مبادرة الخليجية، في القرار 2014 ثم القرار 2051، وفي 2012 وتلا ذلك القرار 2140 وهو تحت الفصل السابع، وتحدث على فرض عقوبات على صالح من خلال تجنيد الاموال وكذلك المنع من السفر. البنك الدولي فيما بعد الامم المتحده عينت لجنه عقوبات وتحدثت عن ان ما بين 32 الى 60 مليار هي اجمالي الاموال المنهوبه، وحددت البنوك وكثير من هذه الامور كانت تحتاج الى متابعات. بعد ذلك صدور القرار 22/1 و22/4 تلاه في اخيرا وهو الذي كان على الذروه 22/16 وجدد جميع هذه القرارات الحديث عن ان صالح هو المؤرخ الاول لكل العمليات السياسيه، وبالتالي هو يعتبر انه ادمج ضمن القرار العقوبات. مجلس الامن يعني لا يتعامل بمسألة قانونية بحتة، لكنه يتعامل وفق. نعم، طيب أستاذ فيصل، ماذا عن مسألة لجنة العقوبات؟ هذا نظام وبالنسبة الآن تعتبر أكبر قانون. طيب بالنسبة للجنة العقوبات التي قامت بالعديد من التحقيقات حول الأموال المنهوبة، إلى أين وصلت هذه اللجنة بحسب علمك؟ أستاذ فيصل؟ نعم، هذه اللجنة وصلت إلى تسمعني أستاذ فيصل؟ إذا يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع المحامي والخبير القانوني فيصل المجيدي، نشكره على كل حال. دكتور عبد الباقي، لو تحدثنا عن تصريحات المخلوع، هل هي تتعلق يعني هذه التصريحات السياسية تتعلق ببعد سياسي، أم أن هناك خلفية نفسية لدى المخلوع صالح تحرك أو تحركه للتصريح بما قام بما صرح به؟ هو طبعا هو هناك جانب نفسي مهم، يعني أحد مدخلات هذه العمليات والإجراءات مرتبط بشخصه الذي كان يشعر أنه هو الدولة ويتماهى مع الدولة والدولة، وأنه هو أذكى
شخص أدار، لأنه صعد تخلص من الحزب الاشتراكي وتخلص من علي سالم البيض وتخلص بالزمرة مع قبل الطغمة والجبهة الإسلامية والجبهة الوطنية، وأنه استطاع أن يعني حتى في القاعدة أن يلعب مع الدول الكبرى من خلال صناعة قاعدة محلية. وعندما تحولت أولوية الدول الكبرى من المطالب إصلاح الديمقراطي بعد أحداث سبتمبر إلى مكافحة الإرهاب، وبالتالي حاول أن يصنع قاعدة في الداخل، وبالتالي أصبحت الدول الغربية تدعمه، وهو لا يدرك أن الدول الغربية كانت تريد ذلك، لأنها كيف يمكن لها أن تتدخل في سيرة الدول إذا لم توجد قاعدة. ثم ذهب ودعم الحوثيين وكان يقيم حرب ثم يوقفها، ثم ينطلق الحرب ويوقفها، والهدف هو إخافة العربية السعودية بأن المد الإيراني على حدودها، وحاول أن يلعب بكل هذه الأوراق. وكان تهيئت له الظروف، لأن الشعب اليمني أعطاه فرصة لأن يكون رجلا وطنيا خلال كل هذه السنوات، إلا أنه كان يفكر من بأنه الأذكى، وأنه هو الدولة، وهو استطاع أن يلعب على كل الرؤوس. في آخر أيام الشيخ الأحمر كان يشكي منه، تخلص من كثير من الشخصية القيادية بواسطة الاغتيالات، تخلص من كثير من تعامل بتجاهل مع أهم الرموز القبلية في آخر أيامهم، لأنه في علم الاجتماع تتحول مع بقائه في السلطة. كان يعتمد على العصبية الواسعة وفقا لابن خلدون، يعني قبيلة حاشد وبكيل، ثم مع بقائه في السلطة وظهور أنجال وأحفاد يعتمد على العصبية الضيقة، ينتقل نحو الأنجال، وبالتالي تتضرر مصالح الآخرين، ويبدأ يتركز السلطة حول هذا ونخبة الفساد. ما الذي فعل هذا الرجل قبل أن ندخل في مدى قدرته على المناورة؟ هذا الرجل لم يقوض العملية الديمقراطية والوحدة اليمنية، لأنه بعد حرب 94 واستحقاقاتها قام بتسريح أبناء المناطق الجنوبية، قام بإقصائهم من وسائل الإعلام، إضعاف الحزب الاشتراكي، إضعاف الأحزاب السياسية، مما أدى أمام فترة قصيرة من 90 إلى 94 لم تكتمل بعد الهوية اليمنية، مزجها في هوية وطنية مشتركة، كان بحاجة إلى وقت إلى أن نمزج هويتين، بالأخير هي هوية هنا وهوية هناك، وهناك استعداد جماهيري للانصهار في هذه الهوية. هذا الإقصاء وهذا التسريح أدى باستدعاء الهوية الجنوبية للدفاع عن الذات، وبدأت بنقطة ما يسمى بالاتساق المجتمعي، أن الجميع اتفق على أن هناك دحباشي، والدحباشي معناتنا كل ما هو شمالي يندرج تحت هذا. هذا مؤشر خطير في علم الاجتماع. من هنا هو هذا عنصر مهم لو سمحت. العنصر الثاني، قوض ليس فقط الديمقراطية، قوض أيضا أسس الدولة الوطنية، عندما أضعف مركز القرار، مركز السلطة الأساسي في صنعاء. هو قوي بالجيش والأمن ليس كمركز جامع، وقوى قوى التقليدية على حساب التحديث من خلال تمثيل حتى البرلمان في المشايخ، من ارتفع من 27% إلى 36% إلى آخر برلمان 46%، النساء من 8 نساء في أول برلمان في 90 إلى واحدة. بالتالي العملية الديمقراطية الأحزاب السياسية أضعفها، أضعف المركز السلطة السياسية، أفقد ثقة الجماهير بالديمقراطية، أنه خلال 20 سنة حتى ثورة الشباب لم يتم تداول شيء من السلطة، بل كان يعدل الدستور. هذا يسمى ليس فقط يعني إضعاف الديمقراطية وإفراغ القوانين والاتفاقات من حكومة وفاق، حكومة التمثيل الوفاقي للمدن، يعني لتعز 2 لإب 3، هذا يؤدي، أصبحنا نتحدث في اليمن نقول كم نسبة إب كم نسبة تعز، هذا يستدعي ماذا؟ لا يعمل على إدماج الهوية الوطنية، يستدعي الهويات المناطقية الحضرميات التعزية. إذن هذا الرجل أدى يعني قوض أسس الدولة الوطنية التي كنا بدأنا نراكمها من 62، أضعف يعني أفقد الجماهير ثقتهم بالأحزاب السياسية والديمقراطية من خلال عدم وجود تداول سلمي للسلطة، أدى بنا أيضا إلى تعديلات دستورية تركز السلطة الفردية. هذه الجوانب مؤثرة للغاية في الآن ما ندفعه من ثمن الآن انقسام الأجندة الوطنية بين أبناء المناطق الشمالية وأبناء المناطق. هذا أحد التحديات تواجهها السلطة الحالية، فقلنا لابد من يعني توحيد المزاج الشعبي، إيجاد مبررات في مواجهة ما قام به المخلوق. طيب. إذن هذه العملية هذا مهم، ما يقوم به الآن من تحديات ويحاول أن يظهر كلاعب رئيسي، هو الآن يبحث
عن يقول للعالم الخارجي والإقليمي أنا اللاعب الرئيس وأنا من أحرك الحوثيين وهؤلاء واجهة وأنا الذي سأقوم بوضع الدستور وأضع هذا، ولكن كل هذه إذا السلطة السياسية لديها استراتيجية تستطيع أن تزيل هذا الرجل من تاريخه. دعنا نتحدث أكثر عن ذلك، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام، بعده نواصل حلقة اليوم من المساء اليمني، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور عبد الباقي، هذه التصريحات للمخلوع تزامنت مع دعوة للسفير اليماني للأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها تجاه القرارات والعقوبات التي قامت فيها. هل هناك دلالة يعني تصريحات المخلوع بما يأتي في سياقه الزمني باجتماع اللجنة الرباعية المتوقعة في السعودية ما بين السعودية الإمارات بريطانيا أمريكا، وكذلك بالتزامن مع التحركات الأممية أيضا لمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هل تتزامن أو هل تتوافق، وهل يرسل صالح رسائل إلى الخارج عبر تصريحاته؟ طبعا هناك رسائل كثيرة إلى الخارج يقوم بها. هو أولا يدرك تماما، نحن ندرك أيضا تماما وعلى السلطة السياسية أن تدرك أن هنالك فارق كبير بين المرجعيات الأمم المتحدة 2016 وكل القرارات ومبادرة الخليجية وبين المصالح الدول الكبرى في المنطقة، هذا يدركه جيدا. لعبوا على كسب الوقت واكتساب صفة طرف من أطراف النزاع الانقلابيين من خلال الحضور إلى جنيف وبييل ثم الكويت، وهذا سنلاحظ من خلال هناك نحن نتحدث عن مكاسب وخسائر وعلى السلطة السياسية أن يكون لديها استراتيجية. تم في هذه الحالة امتصاص الضغط الدولي على الانقلابيين من خلال المشاركة، وإن بدأوا في إفقاد الوقت لكسب الوقت لعبث التموضع لإعادة أيضا الزمن عندما تستمر المفاوضات ويستمر هذا الحضور للحوثيين المخلوع صالح، يبدأ هناك ننسى أن هؤلاء انقلابيين ونتحدث عن أطراف نزاع وهذا كسبوه الأطراف. اثنين، سكوت السلطة السياسية عن رسالة ولد الشيخ الذي يتحدث على جميع أطراف النزاع المشاركة في المشاورات، ثم وصف ما يحدث بالأزمة اليمنية أنها أزمة سياسية وسكوت السلطة السياسية عن هذا التوصيف. هنا المخلوع صالح يدرك جيدا أنه وصل إلى الكويت إلى موقف صعب جدا، لأنه لم يعد لديه فرصة للتمديد، لأنهم نحن ندرك تماما أنهم لن يسلموا سلاح، وكنا نعرف ذلك، لن ينسحبوا المدن، لأن نحن قلنا من هذه القناة أن الهدف للمخلوع صالح العودة كأسرة وكشخص وكجماعة تابعه نخبة ومنظومة الفساد التابع له الاستمرار للحفاظ على مصالحه وخروجه الآمن. الحوثيون هم ثورة مضادة لثورة 1962، وهنا سأربط لو سمحت بجملتين مهمتين. تفضل. هم في السبعينات عندما تم مقاسمة السلطة والنفوذ والحكومة عادوا لنا بعد 5 عقود. المخلوع صالح إذا ذهبنا إلى أهداف سبتمبر بناء جيش وطني، لم يكن لدينا جيش وطني، كان لدينا ميليشيات عائلية، إلغاء الفوارق من الشعب، معروف أن البلد دمر هذه الفوارق وخلقنا يعني قاعدة رثة وفقيرة ويعني في اليمن ومجموعة فساد في الأعلى. بناء الوحدة الوطنية في طريق الوحدة العربية خلق انقساما في النفوس وفي المناطق. كل الأهداف الستة، بناء نظاما جمهوري حوله عائلي، وفي الأخير لم يكتفي بذلك بل أعاد السلطة وأعاد الحكم للأسرة الإمامية، سلمهم، يعني لم يكتفي بتدمير أهداف سبتمبر 6 هذا الرجل، بل سلم السلطة لمن قامت هذه الثورة عليه. هذا عنصر مهم. إذا نحن الآن أمامه، هو خلق واقعا جديدا، بمعنى أن أصبح الحديث الآن عن مجلس سياسي سيقوم بإضافة حكومة. هناك دول غربية لديها مصالح، وعلى السلطة الشرعية أن تأخذ تصريح القائم بعمل روسيا بجدية، لأننا تعودت الدول التحالف حتى وإن نفت عليها أن تأخذ هذه التصريحات بجدية مطلقة، وهي رسالة وليست هفوة، بمعنى أن الدول التحالف والسلطة الشرعية دائما تذهب نحو أمريكا والغرب وتتجاهل الذهاب نحو روسيا، وهذا خطأ في إدارة الملف الدولي بين دول التحالف. عليك أن تفرق بين المواثيق الدولية وشرعاتك الدولية وبين المصالح الاستراتيجية الدولية. لذلك تصريح روسيا
والتحالف الإيراني الروسي وطلب الروسي بأنهم لهم حصة في المناطق الجنوبية، على السلطة السياسية أن تفتح خطا وأن تعزز إيجاد هيئة مشتركة بين النخب من السفراء الروس والسفراء اليمنيين الذين خدموا هناك ليلعبوا دورا في تقريب وجهة النظر بين ذلك. من هنا المخلوع صالح، الحل الوحيد الذي ينبغي على السلطة أن يكون لديها رؤية استراتيجية في إدارة الملف. حتى الآن نحن نلاحظ هناك تعثرات من حيث أنهم انتقلوا إلى المجلس السياسي الأعلى دون أن نجد استراتيجية مقابلة من السلطة، دون أن تتخذ من الخطوات والإجراءات التي ترتقي إلى مستوى ما تم الإعلان عنه من قبل الإنقلابيين. حتى الآن ما هو، أنا أقل لك ما هي، وقلتها من هنا قبل حوالي شهر، قلت ما هي استراتيجية السلطة الشرعية إذا ما بعد هؤلاء البيادق، بعض البيادق هذولا البيادق ما ينتهوا، سيظهر صالح من خلال انتخاب ما أو أحمد علي في انتخاب قادم. سنعود إلى هذه النقطة دكتور، لكن ينضم إلينا الآن دكتور وديع العزعزي أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور ومساء الأنوار على ضيوفك الكرام ومشاهدين القناة الكرام. أهلا بكم دكتور. في كتاباتك أشرت يعني التي يعني تزامن تصريحات المخلوع صالح مع اجتماع جدة الرباعي، ماذا يشكل هذا الاجتماع من إزعاج للمخلوع صالح؟ بالتأكيد يعني كعادته المخلوع يمارس هوايته المفضلة في استخدام وتوظيف كل ما يمتلكه من أوراق سياسية، حال انعقاد أو أي حدث أو فعالية في الإقليم أو على المستوى الدولي ذات علاقة بما يجري في اليمن من أجل إشعار المجتمعين أو المجتمع الدولي بأنه ما زال يعني عنصر فاعل ورئيسي وما زال يمتلك القوة المحركة على الأرض وهكذا، من أجل ابتزاز المجتمع الدولي، من أجل يعني إيهام أنصاره بأنه سيحصل على مكاسب معينة قد ربما تتحقق في حال الجلوس على طاولة المفاوضات أو ما إلى ذلك. لكن الكثير يعتقد أن الإقليم والدول الكبرى ما عادت تنظر إلى علي عبد الله صالح كفاعل فعلي أو قادر على التحرك على الأرض بالمقارنة مع ميليشيات الحوثي التي يمكن أن تلعب على وتر الإرهاب كما اتفق ذلك الدكتور عبد الباقي شمسان هنا. وفقا لهذه النقطة، هل من أبعاد أخرى يعول عليها صالح أو ينطلق منها صالح في هذه التصريحات التي يقوم بها؟ وهو كعادته يعني هو يمارس ما يسمى بالانتهازية السياسية يعني عبر تاريخه السياسي المعروف، يعني كان وما زال. حدثنا عن هذا التاريخ دكتور. كان وما زال يعني هو الشيء يعني ما يجيده صالح هو هذا الانتهازية السياسية، والتاريخ يشهد بذلك بدءا من تحقيق الوحدة ومرورا بكل الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي عاشها الوطن. في كل تلك الاستحقاقات كان صالح وما يزال يغلب مصلحته الذاتية الضيقة بمصلحية قذرة بحيث أنه وبأساليب يلغي الآخر، يغتاله، يفرده، ينفيه بكل تلك لكي يحقق مكاسبه. مصلحة الوطن والمواطن هي آخر ما يفكر فيه. يعني هل فعلا كان أسلوب صالح هو دفن القضايا الوطنية والاتفاقات سواء أو ابتداء من دستور دولة الوحدة مرورا بوثيقة العهد والاتفاق وإلى الآن؟ نعم يعني شوف أخي الكريم، في الدول يعني في مختلف الدول تتفاخر الدول بأنها تمتلك قيم عليا تمثل مرجعية لنظامها السياسي مثل الديمقراطية، سيادة القانون، المواطنة المتساوية، العدالة الاجتماعية وغيرها. كل تلك ضربها دمرها نظام صالح. صالح سوى كل تلك القيم على مستوى الدولة، عكس على مستوى ثقافة المجتمع وقيم المجتمع. يعني خلال فترة 33 سنة صالح كل ما يتعلق بالقيم الثقافية من تسامح ومن نزاهة ومن أمانة ومن إخلاص ومن يعني حوار وغير ذلك شوه في المجتمع،
دمر يعني كان اصبح في نظام صالح السارق يتحول الى رجل احمر عين قاطع الطريق، والله هذا قاطر، وهكذا قيم اصبحت يعني تعكس بمعانيها الجميله. فهذه هذا نظام صالح، هذا الانتهازيه السياسيه التي ما زال يمارسها الى اليوم. طيب، هناك من يتحدث على تركيزه على نقطة دفن مخرجات الحوار الوطني، هذه المخرجات التي يتحدث كثيرون على أنها على أن صالح ينزعج منها كثيرا، وينزعج من موضوع الدولة الاتحادية وموضوع الأقاليم على وجه التحديد. هل يشكل توزيع السلطة والثروة مصدر قلق لصالح في اللحظات السياسية الراهنة؟ نعم أخي الكريم، يعني ربما أحد الأسباب الرئيسية في انقلاب المخلوع على العملية التوافقية السياسية هي شعوره بأنه سيفقد كل مصالحه من خلال سحب البساط من أمام ما يسمى المركز المقدس، وهو البديل الذي تطرحه مخرجات المؤتمر الحوار الوطني، يعني نظام الأقاليم والعدالة وتوزيع الثروة وغيرها من ذلك. هي تفقد نظام صالح وتفقد المخلوع وجماعته هذه المميزات التي استحل بها ثروة البلد ومصالحه خلال 33 سنة. نعم، هو ينزعج، هو 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 يعلو زعيقا عندما يطرح هذا الأمر، لأنه متأكد وهي حقيقة الآن لن هو يتخيل ويعيش وهم إذا ما فكر بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه. الرد العملي الآن أخي الكريم وبرأيي لكل الرسائل التي وجهها صالح أخيرا، الرد العملي من الحكومة ومن الرئيس عبد ربه ومن التحالف هو المضي قدما في تحرير ما تبقى من المدن وبسط الشرعية وأن تبسط الشرعية يعني الدولة على مختلف الأراضي اليمنية، وهذا هو الحل الآن. أشكرك دكتور، أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء الدكتور وديع العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور عبد الباقي، لاحظت أن كانت هناك نقاط تريد التعقيب عليها في حديث الدكتور. أولا بالنسبة لرفع الخطاب والعملية العسكرية على الحدود مع العربية السعودية، هدفها ينبغي أن نتنبه له. ستلاحظ في مقابلته مع روسيا حاول أن يتعامل مع التحالف العربي بشكل متجزئ، وجه خطاب يعني هادئ للعربية السعودية ووصفها بالشقيقة وفتح خطوط، تجاهل الحديث عن الإمارات وهي وبقية الدول، تحدث عن عمان كدعم، وبهذا رفع الخطاب والعمليات العسكرية هو يبحث عن اتفاقيات وتفاهمات منفصلة عن دول التحالف والسلطة الشرعية، لأنه يريد أن يفصل بين ما يسميه العدوان، يريد أن يدخل في تفاهمات جانبية مع العربية السعودية تمنحه الاستمرار، ويصبح ما يحدث في الداخل شأنا داخليا يستطيع أن يتحكم فيه من خلال حكومة وواقع جديد إلى آخره. بالتالي رفع السقف لا يعني أنه فقط هدفه العودة إلى المشهد. الاجتماع الرباعية على كما قلت لك أن هم اجتمعوا من قبل وكان لهم خطاب أيضا، وما زالوا شكلوا هذه الدول ضغطت بشكل شديد وكبير على السلطة الشرعية للاستمرار في الكويت، ولدينا معلومات دقيقة أنهم مارسوا أشد الضغوطات لاستمرار الوفد الشرعي في الكويت، ولكن لم يتخذوا القدر أو الموقف الذي يتوازى ويتساوى مع ما قام به الحوثيون والمخلوع صالح من إعلان مجلس سياسي وهم ما زالوا في الكويت. بالتالي سيضغطون أكثر على الذهاب للمشاورات، ولكن إذا السلطة السياسية ودول التحالف ما زالت تراهن على أنها يمكن لها أن تقوم بإدارة تفاوض مع هؤلاء، أعتقد أن إذا كان هدفها الوصول لتسوية فنحن ما زلنا واهمين. الهدف من الاستمرار في المشاورات هو امتصاص الضغط الدولي، ولكن على دول التحالف على السلطة الشرعية أن تكون المسألة تتعلق باستيعاب الدولة وأمن قومي. تغير العالم، لم نعد بحاجة إلى تحالفات أو لابد من موافقة أمريكا وروسيا، إحداث تحول في الواقع، هذه مسألة أمن وطني وأمن قومي خليجي فعل على الأرض. وبالتالي سرعة
يعني إحداث تحولات في الواقع العسكري في الداخل وإعابة المؤسسات، هناك تحديات كبيرة. تعز قلنا حتى الآن هي الحامل الجماهيري للمشروع الوطني، لأنها لو نظرنا نظرة هكذا سنلاحظ أن في منطقة صنعاء وصعدة وبقية المناطق هناك تمترس يعني عقائدي مناطقي، هناك يعني يحاولون استدعاء هذه الهوية للتمترس. لو ذهبنا نحو المناطق الجنوبية هناك تمترس خلف هوية جنوبية، سنلاحظ هذه المدينة بكل ثقلها الديموغرافي تحمل مشروعا وطنيا، وهي التي ستوحد الحركة الوطنية والفعل الوطني من خلال توحيد الهوية الوطنية ومن خلال إحداث تحول. ثالثا ستمد السلطة الشرعية بكم من الشباب الذين سينخرطون في المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية لتصبح السلطة هي اللاعب الرئيس. ثالثا هذه المدينة ينبغي أن لا فقط نعيدها فقط، هناك حديث لدي الآن من خلال جماعات تم تدريبها على أنها جماعات متطرفة يقولون للمقاومة اكملوا مهامكم ونحن سنكون داعش المخلوع صالح. علينا أن نستعيد هذه المدينة وأن نملى الفراغات الأمنية بها، علينا إيجاد مناطق آمنة وإنسانية لمد المواطنين بالتغذية وبالعلاجات. يعني المعركة ليست عسكرية، أما الرهان أنه حتى الآن يمكن قبول الحوثيين، أقولها بوضوح وأقولها للعربية السعودية التي قامت تفاهمات منفردة وتعتقد أن الحوثيين هم نفسهم الذين هم يعتبرون الملكيين بتاع السبعينات، إنها واهمة. نحن أمام جماعة لها مرجعية واضحة هي إيران، نحن أمام جماعة تحاول استنباط النموذج حزب الله بكل تفاصيله وآليته في اليمن، وأن المشروع القادم يا عربية يا سعودية هو حزب الله داخل الأراضي في المملكة العربية السعودية ليتكون هناك امتدادات. لذلك التعامل أنه يمكن ترويض هؤلاء، يمكن لنا أن نكون جزء من الحل في إطار أنهم وكيل محلي لمكافحة الإرهاب، هذه أخطاء واهمة. والدليل على ذلك أنهم الآن أنا أؤكد لهم سيرسلون رسلاء ويرسلون مبعوثين، وأنهم مع السلام. لماذا؟ لأنهم قد حققوا الهدف جيم الذي هو بقاء الضاحية الشمالية مع الضاحية الجنوبية، ميليشيات عسكرية، سلاح متوفر، والتمدد في مؤسسات الدولة ربما في 80,000 أو أكثر في مؤسسات الدولة. بالتالي نحن أمام كيان موازي. نحن الآن نتحدث في تركيا، هناك كيان موازي. الآن في اليمن هناك كيان موازي يتشكل أصبح متشكل. بالتالي المخلوع صالح يريد الظهور إلى المشهد كأنه لاعب، وأنه سيحاول أن المنقذ، وهي مشروع دولي غربي أنك تحاول تعمل انفلات أمني، تدخل المواطنين في الدهور الاقتصادي ثم تعود كمنقذ، وبالتالي تعيد ثقة المواطنين، يعيد أنه هو الصمام الأمان. هذه لعبة. عليهم أن يحسموا المسألة باستعادة تعز، بالتقدم نحو صنعاء. الناس في صنعاء منتظرين قوات شرعية. بالتالي مران أيضا التوجه عليها، التوجه إلى مران يتزامن مع تعز وصنعاء. أعتقد أن نحن لن نقبل بعودة الملكية، لن نقبل بوجود حزب الله اليمني وبالتالي صناعة القرار. في الآن في لبنان 37 اجتماع للبرلمان لم ينتخبوا رئيس، ما زالت في عد إنتاج الهويات. نحن المخلوع صالح أعتقد أنه الورقة انتهت، ولكن لم يستفد من بقائه. لقد كان هناك إجماع دولي على بقائه، لأنه في هناك كانت رؤية أمريكية تقول حتى يتم عدم انفجار الحق اليمني لا نعمل ما يسمى أبروتينج. المخلوع صالح أبروتينج لجماعته تبقى حتى يكون توازن بين التجمع اليمني الإصلاح والحوثيين وجميع والشباب إلى آخره. بالتالي أنه يعرفون أن هناك خلل في بنية السلطة، بالتالي يذهب هو كشخص، ولكنه لم يستوعب ولم يستفد من هذه الفرصة. تم منحه الحصامة، لم يستفد من ذلك. عندما وقع المبادرة الخليجية وهو كان يفتكر أنه سيعود سيزيل عبد الرب منصور هادي بنفس الوسائل، من خلال أزمات اقتصادية، أزمة كهرباء، انفجار، تقطع طرقات، هذه كل العمليات بهدف ماذا؟ تنتهي الفترة، فراغ دستوري، دعوة الانتخابات، أحمد علي يعود من بوابة أخرى، وكان طابع الصور. بالتالي أقول أن المخلوع صالح في آخر أيامه، وأعتقد أنه لكل لعبة كش ملك، وهو
كش ملك وسيخرج من أسوأ الأبواب، وسيكون على اليمنيين الذين يريدون تكفير عن ذنوبهم للذين صمتوا 30 عام على هذا الرجل أن ينضموا إلى السلطة الشرعية، أن ينضموا وليصطفوا مع الجمهورية ويكفروا عن ذنوبهم بالصمت. لقد شاركنا من خلال صمتنا على صمت النخب اليمنية الأحزاب السياسية، وتركنا هذا الرجل يعبث بتاريخنا ومستقبلنا، وسندفع الثمن تقريبا إلى 5 عقود بما فعل هذا الرجل، أسوأ من حكم اليمن في كل تاريخه، ربما أسوأ من الإمامة بذاتها. أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم. كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. إلى حين الملتقى مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات طاقم العمل التحريري والفني. إلى اللقاء.